من موت 1973، وما انا بالنسبه لي انا اكبر واحد مدوز بكالوريا، يعني في واحد العمر انا ولدي كندوز البكالوريا، والدافع اللي خديته انا هو تحفيز للولد هذا احفاد ثانويه. المهم داكشي اللي حسب الاستطاعه صافي، بحكم العمل ديالي انا عندي الوقت اللي غنحفظ فيه هو كيحفظ النهار ديالو كله، وانا بالنسبه ليا في المساء، وكناخذ شي اوقات وكنتلاقاو بحال كان يعني كتريح شي ساعه وكتشرح لي وشرح شي حاجه، انا ودي شرح لي شي حاجه، شرح لي بحال الرياضيات، بحال اس في داك العلوم اس في تي، فرحه عارمه بالنسبه لي انا بالنسبه نحفظ انا ولدي، ويعني شي حاجه ما يبقاش في الحال باش ولدي ياخذ الباك، لان اللي هو لان هو باقي يلاه في يعني في طور يلاه في المرحله الاولى من الشباب ديالو، بالنسبه لي انا كبرت عليه شويه، لان بالنسبه لي انا الا سقط ولدي ونجحت انا غتكون خساره ليا انايا، ما كرهش نعطي النقط ديالي كلهم ياخذهم، وهذا شيء طبيعي لان احنا كاع ربما اي استاذ أو اي مدير مر في هذه المراحل وفي حياتهم، ضروري الانسان تعطي ولدك عاطفه الابوه تخدم. هاك ولدي قول لي راه ارحم الاب ديالك.